السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يصل إلى داكار في مستهل زيارة عمل وصداقة، ويجري مباحثات مع نظيره السنغالي تناولت تعزيز علاقات التعاون المشترك. سكان العاصمة السنغالية وأفراد جاليتنا في داكار يخصصون استقبالات شعبية عفوية لرئيس الجمهورية، عكست متانة الروابط التاريخية القائمة بين الشعبين الشقيقين. ووزير الخارجية السوري يعلن من موسكو قبول دمشق بالعرض الروسي القاضي بوضع أسلحة الكيميائية تحت المراقبة الدولية. أهلا بكم جميعا. وصل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز اليوم إلى داكار في مستهل زيارة صداقة وعمل للسنغال بدعوة من نظيره الرئيس ماكي سال. واستقبل رئيس الجمهورية عند سلم الطائرة من قبل أخيه وشقيقه الرئيس السنغالي، محاطا بالوزيرة الأولى السيدة أمينة تاتوري وأعضاء الحكومة وسفيري البلدين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في داكار. وبعد أن استمع الرئيسان إلى الناشدين الوطنيين، استعرض تشكيلات من الجيش السنغالي أدت لهما تحية الشرف لتطلق المدفعية 21 طلقة احتفالا بقدوم رئيس الجمهورية الذي صافح كبار مستقبليه وممثلي الجالية الموريتانية. بدوره صافح الرئيس السنغالي ماكي سال الوفد الموريتاني المرافق لرئيس الجمهورية. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز موضع استقبال شعبي كبير، حيث اصطفت جماهير داكار إضافة إلى أفراد جاليتنا على جنبات الطريق الرابط بين المطار والقصر الرئاسي، رافعين الصور المكبرة لرئيس الجمهورية ونظيره السنغالي، وملوحين بشعارات تعكس عمق العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين. وهذه صور من الاستقبال الشعبي الذي خصص لرئيس الجمهورية من طرف سكان داكار. وفور وصولهما إلى القصر الرئاسي بداكار، أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز مباحثات على انفراد مع نظيره السنغالي السيد ماكي سال. تناولت أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تطويره في مختلف المجالات.
كما ترأس رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز مساء اليوم مع نظيره السنغالية السيد ماكي سال بالقصر الرئاسي في العاصمة داكار جلسة عمل بحضور أعضاء الوفدين المرافقين، وتناولت الجلسة بحث مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين وآلية تفعيله في شتى الميادين. وكان رئيس الجمهورية قد غادر نواكشوط صباح اليوم متوجها إلى داكار في مستهل زيارة لجمهورية السنغال الشقيقة تدوم يومين. ودعا رئيس الجمهورية في المطار من قبل الوزير الأول الدكتور مولاي محمد الأغلف وعدد من أعضاء الحكومة والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط ورئيس مجموعتها الحضرية. ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد هام يضم على الخصوص أحمد والباهية وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد والبيليل وزير الداخلية واللامركزية، أحمد والنيني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم العصري، الطالب والعبد فال وزير البترول والطاقة والمعادن، أغلفنا وليه وزير الصيد والاقتصاد البحري، إبراهيم والمبارك والمحمد المختار وزير التنمية الريفية، يحيى والحدمين وزير التجهيز والنقل، محمد دمين واللابوي وزير المياه والصرف الصحي، حامد حموني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف باتحاد المغرب العربي، يسلكوا لأحمد يزيد بيه مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد الباه الملقب حميدة مستشار برئاسة الجمهورية، كون بابا مكلفة بمهمة في الرئاسة، وان عبد الله إدريسا مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد إسحاق سعد مستشار مكلف بالاتصال برئاسة الجمهورية، دمان دمان والمحمد والهمر المدير العام لتشريفات الدولة. أدت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة اليوم زيارة اطلاع وتفقد لمؤسسة المكتبة الوطنية في نواكشوط، وخلال الزيارة اطلعت الوزيرة على مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة لروادها من الطلبة والباحثين. تمثل المكتبة الوطنية معلما وطنيا وصرحا ثقافيا يؤمه الباحثون والمثقفون، ويعمل على جمع وحفظ ونشر التراث الوطني المطبوع. هذه المعلمة الثقافية شملتها زيارة الاطلاع والتفقد التي تنفذها وزيرة الثقافة والشباب والرياضة للمصالح التابعة لها. وخلال هذه الزيارة اطلعت السيدة الوزيرة على الفضاء الرحب الذي توفره المكتبة لروادها من خلال قاعاتها الثلاث: قاعة المطالعة العمومية، قاعة مطالعة الأطفال، والقاعة الخاصة بالباحثين، إضافة إلى مخزن المكتبة المكون من ثلاثة طوابق. وفي ختام الزيارة استمعت السيدة الوزيرة إلى شروح حول مهام المؤسسة وسير العمل بها قدمها مدير المكتبة السيد محمد محمود المحمد الأمين. وبعد هذا العرض دعت السيدة لالا متشريف عمال المؤسسة إلى احترام أوقات الدوام والعمل بانضباط واحترام خدمة للمصلحة العامة. يذكر أن رصيد المكتبة الوطنية يقدر بحوالي 60,000 عنوان تتناول جميع ميادين المعرفة وبلغات مختلفة. تتواصل بمقر سلطة تنظيم الصفقات العمومية أعمال دورة تحسيسية لصالح الصحفيين حول مدونة الصفقات العمومية، وقد تتابعت العروض المتعلقة بالموضوع بشكل يسمح بالتعرف على الإطار المؤسسي والقانوني للصفقات العمومية. التحسيسية التي يستفيد منها الصحفيون تضمنها سلطة تنظيم الصفقات العمومية محاور تمكن من تعميق الفهم بخصوص التعرف على الإطار المؤسسي والقانوني المنظم للصفقات العمومية. العروض المقدمة تطرقت إلى جملة من التعريفات للمفاهيم الأساسية والعبارات المستعملة في إطار الصفقات العمومية. تخص هذه الدارة فقد تناولت في يومها الأول المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الصفقات العمومية كحرية الولوج للطلبية العمومية ومساواة المترشحين في المعاملة وشفافية الإجراءات، ولقد تم شرح هذه المبادئ الأساسية والنصوص التي تقوم عليها في مدونة الصفقات العمومية. أما بالنسبة لليوم الثاني فقد تناولت العروض الإطار المؤسسي للصفقات العمومية، حيث شرح
الخبير، الهيئات المنوط بها تسيير صفقات عمومية. مجال لا شك أن الصحافة ما كانوا حتى على اطلاع على القانون اللي نظمه، وهذه دور راك اللي نتابعه اللي راك في يوم الثاني. شفرنا ياسر من المعلومات عندنا لا يساعد الصحفيين لأن لو يتناولوا هذا الموضوع يعودوا يتناولوها بكل درعة ومعرفة. مواضيع هذه الدورة غيرها من مواضيع التحسيس بالمهام الهيكلية والمؤسسية للهيئات الرقابية العمومية تعتبر ذات أهمية بالنسبة للصحفيين في كتاباتهم وتحقيقاتهم. وفي الشأن الثقافي، احتضنت بلدية برينة التابعة لمقاطعة تركيز حفل افتتاح النسخة الثامنة للمهرجان الصيفي الذي دأبت المنسقية العامة لشباب هذه البلدية على تنظيمه. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بالموروث الثقافي لبرينة ودورها الرائد في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. في هذا الحيز من ولاية ترارزة وتحديدا في بلدية برينة التابعة لمقاطعة تركيز، وتحت هذه الخيام المضروبة كان أطر وجاء البلدة وضيوفهم من الأحياء المجاورة على موعد مع النسخة الثامنة من مهرجان العلامة سيدي محمد ولابة. شباب برينة منظمو هذا المهرجان الثقافي قرروا تقديم جملة من البرامج التثقيفية والفقرات الترفيهية سيتحفون بها سكان البلدة على مدى 15 يوما. اليوم الأول من المهرجان تميز بمحاضرات قيمة أنعشتها كوكبة من علماء المنطقة وأناشيد هادفة شارك بها أبناء المدارس الابتدائية، إضافة إلى وقفات مع الفولكلور الشعبي. التظاهرة كانت مناسبة شجع فيها نائب مقاطعة تركيز الدكتور محمد عبد الرحمن والطلبة شباب برينة على هذه المبادرة، مؤكدا أهميتها في توعية المواطنين وتحسيسهم. مهرجان برينة شهد كذلك تنظيم بطولات رياضية شاركت فيها فرق رياضية من مختلف الأعمار تشجيعا للرياضة المحلية. وفي الشأن السياسي، نظم أطر ووجهاء بلدية الغايرة بولاية العصابة مهرجانا شعبيا تحت عنوان المبادرة الشعبية لنبني السياسات العامة للنظام الوطني ودعم خيارات الاتحاد من أجل الجمهورية. وقد تركزت مداخلات الحضور أثناء هذا المهرجان على تثمين الإنجازات التي تحققت في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز، والتي شملت مجالات حيوية كان لها الأثر الإيجابي في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجا. كما كانت تظاهرة بلدية الغايرة مناسبة لاستعراض مراحل التحضيرات الجارية لإعداد لوائح المترشحين في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية للمقاعد النيابية والبلدية في مقاطعة قرو. دوليا، في هذه النشرة قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن دمشق ترحب بمبادرة موسكو القاضية بوضع مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد تقدم بهذا المقترح لسوريا خلال المحادثات التي أجراها في موسكو مع نظيره السوري. روسي جديد ينضاف إلى خانة الخيارات المفتوحة بشأن التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا. فقد أعلنت موسكو إطلاق مبادرة تقضي بوضع الأسلحة الكيميائية في سوريا تحت الرقابة الدولية، وهو ما سرعت دمشق لقبوله على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم الذي أعلن عن الموافقة من موسكو. أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقد رحب بالمقترح الروسي واعتبره تطورا إيجابيا في موقف روسيا من الأزمة الحالية في سوريا. الخارجية الإيرانية ذمنت المبادرة الروسية وقالت إنها تصب في اتجاه وقف الإجراءات العسكرية في المنطقة. وبدورها قالت فرنسا إنها ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يضع شروطا لسوريا ويطالبها بوضع أسلحتها الكيميائية تحت السيطرة الدولية. ويرى المراقبون للشأن السوري أن توقيت المقترح الروسي جاء لقطع الطريق أمام الموقف الأمريكي
الداعي لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا. مثل نائب الرئيس الكيني ويليام روتو اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويعد روتو أرفع مسؤول يخضع للمحاكمة وهو ما زال يشغل منصبه في كينيا. بعد أيام من مصادقة البرلمان الكيني على سحب الاعتراف بصلاحيات محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتصبح أول دولة في العالم تتخذ هذا القرار، ها هو نائب رئيس البلاد ويليام روتو يقف أمام نفس المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وليصبح بذلك هو الآخر أرفع مسؤول يخضع للمحاكمة وهو في سدة الحكم. روتو البالغ من العمر 46 عاماً وصل لاهاي قادما من نيروبي ليمثل وجوثو أرابسانغ مدير إحدى المحطات الإذاعية الخاصة أمام هذه المحكمة، حيث تنتظرهما تهم تتعلق بمقتل أزيد من 1000 شخص وتشريد نصف مليون كيني خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية سنة 2008. ولن يكون روتو المسؤول الكيني الوحيد الذي يحاكم في لاهاي، بل إن رئيس البلاد أوهورو كينياتا سيمثله هو الآخر أمام ذات المحكمة شهر نوفمبر القادم. أقر رئيس الوزراء النرويجي بهزيمته في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس بعد حصول حزب المحافظين المعارض وحلفائه على أغلبية في البرلمان، وستصبح زعيمة حزب المحافظين المعارضة إرينا سولبرغ الملقبة بإيرنا الحديدية رئيسة للوزراء لتتزعم حكومة تحالف يمين الوسط، كما أنها ستكون ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في النرويج. والآن إلى الأخبار الرياضية مع زميل عبد الرحمن سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية لزميلي فتن، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهلي نشرتنا الرياضية المسائية هذه. وبدايتنا بالخبر السعيد، حيث تمكن المنتخب الوطني المرابطون مساء اليوم من تحقيق انتصار ثمين على نظيره المنتخب الكندي في ثاني لقاء يجمع بين منتخبنا الوطني بنظيره الكندي. والانتصار الهام خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين بالملعب الرياضي لمدينة أوليفا نوفا التابعة لبلدية فالنسيا جاء عن طريق هدف جميل للمحترف الوطني بنادي باسيا الفرنسي أدما با في الدقيقة 53 بعد تمريرة ذكية من زميله عبد الله جاي. وقد عرفت المباراة تسجيل التعادل السلبي في شوطها الأول مع لاعب المنتخب الكندي بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب مارسيل ديونغ المحترف بالدوري الهولندي، وذلك إثر تدخل خشن على نجم المنتخب الوطني مولاي أحمد الملقب بسام، كما تم طرد قائد المنتخب الوطني عمر نداي لاعب السابق لنادي كانو إفيان الفرنسيين. ويشكل هذا الفوز إضافة ثانية للأداء المشرف لمنتخبنا الوطني بعد تأهله التاريخي على حساب نظيره السنغالي خلال الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا للمحليين التي ستجرى العام القادم بالملاعب الجنوب إفريقية. كما سيساهم هذا الانتصار والفوز الكبير في تحسين ترتيب المنتخب الوطني ضمن التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بالمنتخبات الوطنية. وبما يلي أدعوكم مشاهدينا الكرام إلى متابعة الصور الأولى التي وصلتنا عن المباراة التي جمعت بين المنتخبين الوطني ونظيره الكندي بمدينة أوليفا نوفا التابعة لبلدية فالنسيا الإسبانية.
أشاد مدرب المنتخب الكندي الإسباني بيبينتو فولورو بمستوى الأداء الفني الذي ظهر به المنتخب الوطني لكرة القدم المرابطون خلال المباراتين الوديتين اللتين جمعتا المنتخبين بمدينة أوليفا نوفا التابعة لبلدية فالنسيا الإسبانية الأحد الماضي ومساء اليوم. وقال المدرب السابق لنادي ريال مدريد إن المنتخب الوطني الموريتاني كان الأفضل في كثير من الأوقات وقدم لاعبوه مباراتين جيدتين كما أظهروا قدرا من التماسك والانسجام رغم أنه يعلم أن محترفي موريتانيا لم يلتحقوا بمحليه إلا أيام قليلة قبل المباراتين الوديتين. وأضاف فلورو أعتقد أننا سنستفيد كثيرا من هاتين المباراتين الوديتين كما أجزم على أن اختيار المنتخب الموريتاني كان في محله فقد أظهرت لنا المباراتان الوديتان الكثير من النقاط التي سنعمل على العمل عليها من أجل بناء وتقوية خطوط منتخبنا قبل خوض المنافسات القارية القادمة. دوليا في هذه النشرة الرياضية المجزاة عرب المدير الفني لنادي أرسنال أرسين فينغر عن اعتقاده بأن هناك 6 أندية يمكنها الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم مشيرا إلى أن الأندية التي احتلت المراكز الأولى خلال الموسم الماضي قادرة حسب وصفه على التحدي والمنافسة على اللقب المحلي. أكد مهاجم أرسنال الألماني لوكاس بودولسكي أن مواطنه وصانع الألعاب مسعود أوزيل الذي انتقل من ريال مدريد الإسباني للنادي الإنجليزي يتوافق تماما مع فريقه الجديد. وقال بودولسكي أنه سيقوم هو وأوزيل بثورة حقيقية في أرسنال موضحا أن هدفه الكبير هو إحراز النجاح في مدينة الضباب لندن. أعلن نادي شالكا الألماني لكرة القدم عن أن نادي سلتيك الاسكتلندي يسعى جاهدا لضم الفنلندي تيمو بوكي مهاجم شالكا. ويرتبط بوكي مع شالكا بعقد يمتد موسما آخر غير أن النادي قد يسمح له بالرحيل قبل غلق باب الانتقالات في 2 سبتمبر القادم. أخيرا قال المدير التنفيذي للبريمير ليج ريتشارد سكودمورو إن مزيدا من الأندية الإنجليزية تعتزم الحذو حذو نادي تشيلسي وستوك سيتي في تنظيم رحلات مجانية أو بأسعار مخفضة لمشجعيها الذين يقطنون في أماكن بعيدة كي يتمكنوا من حضور مباريات فرقهم وتشجيعها. وكان ستوك سيتي قد أعلن بالفعل أنه سيوفر لمشجعيه رحلات مجانية لحضور مباريات النادي خارج أرضه بينما أعلن تشيلسي أنه سيوفر لجماهيره رحلات بأثمان مدفوعة. نهاية أخبارنا الرياضية من جديد العودة إلى الزميل فتن وباقي ما لديه في غرفة الأخبار السياسية. أهلا بكم من جديد ولم يبقى من اليسرى إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يصل إلى داكار في مستهل زيارة عمل وصداقة ويجري مباحثات مع نظيره السنغالي تناولت تعزيز علاقات التعاون المشترك. سكان العاصمة السنغالية وأفراد جاليتنا في داكار يخصصون استقبالات شعبية لرئيس الجمهورية عكست متانة الروابط التاريخية القائمة بين الشعبين الشقيقين. وزير الخارجية الروسي السوري يعلن من موسكو قبول دمشق بالعرض الروسي القاضي بوضع أسلحته الكيميائية تحت المراقبة الدولية. انتهت النشرة، في أمان الله.